سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك لا مفر. استهداف مشترك بين القسام وسرايا القدس كان ترجمة حرفية لأبيات محمود درويش في الكمين اللي استهدف آليتين في حي الشبورة وسط رفح. استهدافات قد تبدو أنها عادية وروتينية، لكن الجديد فيها أن بعد الاستهداف الأول حاولت الآلية إطلاق النار على أحد عناصر السرايا وسقط سلاحه بسبب الإطلاق ده. يهرب؟ طبعا لا، شال قاذف ياسين تاني وراح للناحية التانية عشان يستهدف آلية تانية. ده غير مجموعة من الاستهدافات اللي تمت بقذائف الهاون عيار 80 ملي الخفيف، وكل ده بشكل مشترك بين القسام والسرايا. تعالوا نشوف الفيديو. وطبعاً استهدافات زي دي بيكون لها صدى كبير على السوشيال ميديا. تعالوا مع بعض نشوف شوية من التعليقات اللي كانت عليها. هنبدأ مع البروفيسور. البروفيسور غرد وقال على إكس: قلب من فولاذ. عبير كمان كان في ليها تعليق بعد كده. عبير علقت وقالت: هل أعطى بالآلية حتى ما ضربته؟ كان بتسأل إن هو الآلية ما ضربتوش ليه وهو بينتقل للسلاح التاني. وكمان كان في أسعد قال: لماذا استخدموا العيار الخفيف؟ هل لسهولة الحمل؟